الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر ويكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية وطلبة الكلية الجوية ويشاركهم تناول الإفطار. صندوق تحيا مصر يجهز 100 عروس بالملابس والمفروشات ضمن مبادرة دكان الفرحة بمناسبة عيد الفطر. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، كما كرم السيد الرئيس الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم. وفي كلمته توجه الرئيس السيسي بالتهنئة إلى شعب مصر وشعوب الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة الكريمة، كما توجه السيد الرئيس بالتحية والتقدير إلى علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف منارات العلم الوسطي القائمين على تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للغلو والتطرف الفكري ونشر سماحة الدين. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بعدد من مقاتلي القوات الجوية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية وشاركهم تناول الإفطار. المزيد في سياق هذا التقرير. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي القوات الجوية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية وشاركهم تناول الإفطار. وألقى الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يمارسون مهامهم بكل إخلاص وتفاني لحماية سماء مصر والدفاع عن مقدساتها بالتعاون مع كافة الأفرع والتشكيلات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لمواجهة أي تهديدات أو عدائيات محتملة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي القوات الجوية ولأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية تقديرا لما يبذلونه من جهد وعمل لرفعة شأن القوات المسلحة، كما هنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأكد القائد العام أن التفوق الهائل الذي تشهده القوات المسلحة المصرية من الناحية الفنية والقتالية والإدارية لم يكن ليتحقق لولا جهود أبنائها المخلصين الذين يقدرون دورهم ومسؤولياتهم الكبرى في الحفاظ على أمن مصر القومي، آخذين بعين الاعتبار جهود القوات المسلحة الرامية لبناء الوطن واستمرار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية. كما قام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من رجال القوات الجوية تقديرا لأدائهم لمهامهم بتفان وإخلاص. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وزع صندوق تحيا مصر اليوم 4000 قطعة ملابس ومفروشات جديدة على 100 عروسة من اليتيمات والأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة دكان الفرحة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. بعث وزير الداخلية السيد محمود توفيق برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما وجه الوزير برقيات مماثلة لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.